تأتي هذه المناسبة في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وهذا الاحتفاء الذي صار سنة عند المغاربة ابتداء بمولانا أمير المؤمنين في احتفاء بمولد جده، وفيها أيضا من العبر والدلالات ما يعبر عن ارتباط هذه الأمة بسنة نبيها وكتاب ربها، بالإضافة أنها فرصة سانحة لتذكير الناشئة بالخصوص بهذا النبي الكريم الذي جاء بالهدى والبشرى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ويعتبر شهر ربيع الأول هو مناسبة نحتفي فيها خلال هذا الشهر بمولد المصطفى من خلال إقامة أمسيات ومسابقات وحفلات نذكر فيها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نطلع على سيرته التي كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمونها لأبنائهم، وذلك في إطار محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب هذه المحبة التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم.